عبر المتقدمون للاختبار التحصيلي على قلقهم نتيجة انتشار مقاطع وصور لتجاوزات قام بها بعض الطلاب أثناء أداء الاختبار عن بعد، وهو ما قد يؤدي إلى أو على حسب وصفهم لعدم المفاضلة الدقيقة للتقدم للجامعات، مطالبين هيئة تقويم التعليم والتدريب إعادة النظر فيه. الحمد لله انتهينا من اختبار تحصيلي بدون أي مشاكل في المنصة، لكن عندي ملاحظتين بخصوص الأسئلة. في أسئلة كانت سهلة ومرت علي أثناء المذاكرة، ولكن أغلب الأسئلة كانت صعبة وجاية بصيغة معقدة. الملاحظة الثانية أن الاختبار كان بدون مسودة، فصعب أني أعوض مسائل فيزياء ورياضيات بدون مسودة، ففي كم سؤال ما أنا متأكد من الإجابة بسبب أن الاختبار كان بدون مسودة، فحرام تروح كم درجة بسبب زي هذا. السلام عليكم. طبعا أول ما طلعت كلمة المرور كان مكتوب معها ملاحظة أن بعد 15 دقيقة ما راح يدخلك على اختبار، فلما رحت على البرنامج وأبي أسجل بالاختبار أحط كلمة المرور، كل شوي يجيب لي تعذر تعذر تعذر، ما أدري إيش كانت المشكلة. تعذر 15 دقيقة زاد توتري عن توتر المذاكرة والاختبار، اتصلت على رقمهم ما في أي أحد قاعد يجاوبني، ما عرفت وين أروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جزاهم الله خير، ما قصرتوا يا قياس، لكن مع الأسف الشديد كان في عدة سلبيات في الاختبار. أولا عدد الأسئلة مقارنة بالدرجات سيء. الأمر الثاني بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى مسودة وكتابة طويلة، وبعض الأسئلة كانت صعبة جدا وأغلب الطلاب حتى ما حلوها، ومع الأسف في كثير من الطلاب غشوا، وبالتالي الاختبار لا يحقق العدالة بين الطلاب. الاختبار عبارة عن ظلم، ناس يذاكرون شهور وتعبين ويحلون من جهدهم، وناس جايبين مدرسين ولا أحد جنبهم يساعدهم ولا غشين بأي طريقة أخرى. ظلم والله ظلم. بخصوص اختبارنا التحصيلي يعتبر مرة ظلم، من ناحية أنه عدد الأسئلة قليل، ومن ناحية أنه اختبار فرصة واحدة بس بعكس الدفعات اللي قبلنا. فوق ذا مفروض أنه الأسئلة تكون سهلة، لكن العكس، كانت الأسئلة مرة صعبة، وهذا غير الغش اللي حصل.